اخذ تقريبا العمال كانت تشتغل فيه؟ والله العمال تقريبا من 200 عائله كانت فيه. اي زين شنو وضع الان؟ وضع استعمار من مهمول شفتون تواضع من انضرب مدمر بالكامل، لا حد جاء ولا حد راح. زين ما رحتوا وما راجعتوا؟ رحنا راجعنا احنا. اي اي والله تقريبا بال 25 سنه يعني. 25 سنه لحد الان؟ اي يعني مهمل راجعنا الضمان احنا على الخدمه مالنا. المعمل انضرب الاوليات كلها اشتعلت، رحنا على الضمان يقولوا ماكو اوليات. اي يعني اذا حتى 25 سنه راح. اي نعم. شو والله نطالب يعمروه يرجعونا احنا القدامى يعني ينطونا كتاب تعرف تقاعد احنا نطلع 25 سنه عندنا خدمه. معمل المعمل البلسي كان يحتوي على عمال من 200 الى 300 عامل. نعم الان ايه المعمل مدمر بالكامل. من ونطلب من الاعضاء مجلس الاداره اللي هم بالخارج مسؤولين عن المعمل ان يطالبون بالحكومه باعاده المعمل تصليحه. نعم هم بالخارج. العمال كل من راح على اهله قاعد بالبيت، اللي عنده خدمه 12 سنه و13 سنه راحت راحت. لو فتح هذا المعمل ممكن راح يساهم باعاده؟ طبعا يحتوي على 300 عامل 400 عامل كان عايشين عليه عوائل. والله معمل بيبسي هسه حاليا متهدم رايح متفجر كله، ما بي اي ماكينه شغاله. من عمليات التحرير لحد الان ما حد راجع ولا حد جاء عليه، واذا هسه يرجع المعمل ترجع اقل شيء 400 عائله تشتغل بيه. كنت تشتغل بيه؟ انا كنت اشتغل بيه سابقا بالثمانينات كنت اشتغل بيه. شنو كان ينتج المعمل؟ كان ينتج قبل بيبسي بس وميرندا كان ينتج وترابي. كان اكو زخم؟ نعم كان اكو زخم بشكل يعني سحب قوي حيل عليه. هو قبل كان حكومه هسه اسهم اسهم اهلي واسهم. هو اللي يتحمل المسؤوليه هسه حاليا الدوله لازم. هو المدير عندهم المدير عندهم امكانيه هسه يرجع المعمل احسن من قبل. ايه عندهم امكانيه يرجع المعمل احسن من قبل. هو حاليا هسه يتحمل مسؤوليه الدوله العراقيه تتحمل المسؤوليه. هي لازم تجي تدعمه دعمت كثير ناس من المنظمات. كم سنه شغال بالمعمل؟ انا اشتغلت تقريبا حدود 8 سنين. وضع معمل بيبسي والله كثير كان عالم عايشه عليه. وهسه خرابه صاير، وكله وساخات وتكرم حواوين ببطنه، وليش هالمعمل؟ حكومه غير من يتحمل المسؤوليه، غير حكومه، وهاي المنطقه كلها عايشه عليها كانت، والله عمبال يمكن 200 فوق ال 200 عامل بس يشتغلون بالمعمل، من عدد الموظفين ومن عدد هذا وعايشين عليه، والمعمل بسوي شيء يعني ناشد وداعي وهذا معمل، معمل والله كان معمل بيبسي مشن كيكولا سفن كل شيء ميرندا كل شيء والله والله احسن من هاي اللي تجينا من برا ومن الخارج الى المعمل. كان ينتج يعني مشروبات غازيه والله احسن من هاي المعامل اللي تجينا من الخارج.